مؤسسة فاهم للدعم النفسي، هذه المؤسسة احتفلت امبارح بمرور سنة على إنشائها، وده طبعا بعد تدشينها وعملها على إطلاق 100 نشاط من بداية تأسيسها كأول مؤسسة مصرية للتوعية بالصحة النفسية وكسر وصمة العار عن المرض النفسي. موضوع مهم جدا، واحنا او كاميرا صباح الخير كانت في الاحتفالية امبارح ونقلت برنامج الحفلة. تعالوا نشوف زميلنا كريم بيبرس عامل هذا التقرير، تقرير مهم جدا. صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. الفترة الأخيرة كنا دايما بنسمع على السوشيال ميديا أو في الشارع دايما عن مشاكل الضغوطات النفسية والمشاكل النفسية، لكن مين عنده القدرة الحقيقية إن هو يواجه؟ لكن هل القدرة دي بتستدعي إن الواحد يروح يتعالج، ولا بتستدعي إن الواحد بس يتعالج بعدها مع نفسه أو يقرر إن هو يحل المشاكل دي مع نفسه؟ الحقيقة إن مؤسسة فاهم قررت إن هي تنزل تواجه المشاكل دي من المجتمع المصري، وابتدت تسمع للصوت ده من داخل المجتمع المصري، وحطت شعار مهم جدا بقاله سنة: اسمع افهم اتكلم. محتاجين نسمع الأول، محتاجين نفهم الكلام اللي احنا بنسمعه، محتاجين نتكلم عن مشاكلنا. الحقيقة الفرق بين المشاكل النفسية والاضطرابات النفسية والأمراض النفسية كمان، كل دي أكيد ليها حلول وليها طرق مختلفة بيشرحوها الأخصائيين المختصين بالصحة النفسية والصحة العامة. النهاردة بعد مرور سنة على مؤسسة فاهم، الاحتفالية هنا موجودة فيها عدد كبير جدا من الوزراء، موجود فيها عدد كبير جدا من الأخصائيين والأطباء النفسيين اللي هيتكلموا معانا ويقولوا لنا ازاي نقدر نواجه مشاكلنا النفسية، لكن كمان ازاي نقدر نربط الدين بالمشاكل النفسية، ازاي نقدر نربط حياتنا بشكل عام بالمشاكل النفسية، وهل الانسان فعلا سليم كامل، وهل العقل السليم في الجسم السليم ولا لا؟ يلا بينا نشوف سوا. الحقيقة طبعا المبادرة الدعم النفسي دي من المبادرات المهمة جدا جدا، لان احنا الحقيقة من خلال العادات والتقاليد الاجتماعية اللي احنا موروثة لينا وترسناها دايما بننظر لنظرة مش كويسة للمريض النفسي، بنوصمه بوصف عار، ودي حاجة الحقيقة يعني بعيدة تماما عن الفكر الصحيح. يعني طبعا الطب الحديث وضح لينا جدا ان هذه الامراض النفسيه كلها امراض عاديه جدا تحتاج الى علاج، وهذا العلاج زي اي مرض جسمي بيمر بيصيب الانسان، هي محتاجه علاج فعلا، محتاجه دعم نفسي. كل ما نقدم الدعم لهذا الشخص مع العلاج الطبي طبعا ده بيفرق كتير جدا. أنا سعيدة الحقيقة أنه النهاردة بنحتفل بمرور سنة على إنشاء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، 100 نشاط قدرنا أن احنا نعمله من خلال البروتوكولات الموقعة ما بين مؤسسة فاهم للدعم النفسي والحقيقة كل مؤسسات الدولة. القيادة السياسية مهتمة بملف الصحة النفسية، عشان كده كان أول بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان قدرنا أن احنا ندخل مستشفيات الصحة النفسية المعمورة، الخنكة، الدمرداش، العباسية بالتأكيد، سوهاج، كل ده كان مهم ان احنا نوصل رسالة ان احنا مش خايفين من المرضى النفسيين، وده هدف المؤسسة ان احنا نكسر وصمة العار عن المرض النفسي. ايضا بروتوكولات وزارة الشباب والرياضة، الجامعات المصرية، مجلس القومي للمرأة، كل ده الحقيقة كان بيساعدنا في شغلنا. من اهم البروتوكولات طبعا الازهر والكنيسة، لانه احنا كشعب مؤمن سواء مسلم او مسيحي بنلجأ للشيخ وللقسيس عشان نكلمه عن احباطنا وحالتنا النفسية. فتوعية المشايخ وعية رجال الكنيسة بموضوعات الصحة النفسية ده كان مهم جدا. أيضا التوقيع البروتوكول مع وزارة التربية والتعليم، دربنا 1500 أخصائي نفسي على إزاي إن هم يكتشفوا المرض النفسي داخل الأطفال، وإزاي كمان إن هم يقولوا لأهليهم اللي دايما بيرفضوا إنه أولادهم يتقال عليهم إن عندهم تعب نفسي. الحقيقة وجودنا النهاردة كلنا تكامل وتعاون وتشارك كلنا مع بعض، الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وكل مؤسسات مصر الغالية، كلنا بنحب نقدم نموذج كله عطاء وكله أثر، نسمع فيه بعض ونفهم فيه بعض ونتكلم فيه مع بعض. لأول مرة في مصر أشوف صوت مش بس صوت بيدعم حقوق المريض، لكن الصوت جاي من المجتمع، جاي من ناس يا مثلا مروا بتجربة التعب النفسي، يا مثلا أسر وناس بياخدوا بالهم وبيراعوا حد بالصحة النفسية. فالناس دي كلها ده الأمل اللي فيها، ده اللي هنشوفه في مصر إن شاء الله، لأن ده اللي بيغير الوضع. أبسط حاجة أنك أنت ممكن تدعو عاملين ولا أطباء في هذا المجال وتقول لهم يا جماعة تكلموا، ويا ما فيه برامج وتلفزيونات من عشرات السنوات، مش كده؟ تقدر بقى كمان تجيب ناس مروا بالتجربة دي، وكل ما الناس دي كان ليهم دور وواقع في المجتمع،
فانت تبتدي تجيب ناس مشهورين او ناس سياسيين ويتكلموا تجربتهم. انا كان عندي حد في البيت عنده مرض الزهايمر وكنت برعى اب ولا برعى ام، دي هي واقعه جامد قوي. الاعلى واعلى بقى، هات ناس من اهل الفن، هات يعني اصل اضطرابات نفسيه مش نادره، فاي حد هيكون اكيد في وقت ما في حياته حد قريب منه تعب. اعلى من اهل الفن بقى لو سمحتوا لي لعيبه الكره، هم دول اللي ليهم الواقع على المجتمع، ولما حد بيتكلم على تجربته دي بيبقى ليها تاثير للمستمعين قوي جدا. فلازم الرساله تيجي من المجتمع للمجتمع نفسه. لاول مره في مصر اشوف صوت مش بس صوت بيدعم حقوق المريض، لكن الصوت جاي من المجتمع، جاي من ناس يا يعني مثلا مروا بتجربه التعب النفسي، يا يعني مثلا اسر وناس بياخدوا بالهم وبيراعوا حد بالصحه النفسيه. فالناس دي كلها ده الامل اللي فيها، ده اللي هنشوفه في مصر ان شاء الله، لان ده اللي بيغير الوضع.